ومحمد سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي، اهلا بيكي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا ام محمد. أنا حضرتك عايزة أسأل سؤال الشيخ. أنا اتفضلي. جوزي دلوقتي من ساعة ما اتجوزته وهو ظروف شغله تعبانة، وأنا تعبت معاه. وهو ايه؟ شغله على طول في مشاكل، واحنا بنتدين على طول وكده. وحماتي كانت قاعدة معايا وانا كنت معاملها كويس وهو كان معاملها كويس، فانا مش عارفة ده ابتلاء ولا ذنب هو عامله جاي علينا. مش عارفة انتي انا بقالك اعمل قد ايه. ايه، قد ايه متجوزه؟ مش عارفة حضرتك بقالك قد متجوزة ايه متجوزه؟ بقالي 9 سنين حاليا. خلفت الحمد لله. 9 سنين عندها حضرتك. انتي عندك محمد وعندك اولاد تانيين؟ الحمد لله عندي 3 اولاد. ان شاء الله ربنا ربنا يبارك يخليهم لك لك فيهم يا رب. عندي بنتين كمان. ربنا يبارك لك فيهم. وانا بصلي وبدعين، والله بصلي وبدعين ودايما لسه عشتي تنخيف. طب هو ايه مشكلته بالظبط؟ ايه اللي بيحصل معاه؟ هو مش لاقي شغل ولا لما ولا بيروح شغله بيفشل؟ هو دايما بيشتغل ايه يا بنت بيشتكي في جوزك؟ شغله وتعبان بيشتغل ايه؟ وديون علينا. هو بيشتغل ايه؟ موظف حضرتك، موظف يعني موظف حكومة مؤهله ايه يعني؟ يعني بيسيب شغل؟ طب ايه مشكلته؟ طيب ايه مشكلة يعني؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل له في شغله؟ بيرفدوه يعني؟ يجيله مشكلة في شغله تخصمه منه دايما على كده. هو مشاغب يعني، بيعمل مشاكل؟ لا والله ده هو كويس جدا. طب امال ايه يخصموا منه ليه؟ مش عارفه ده ابتلاء ولا ايه، مع ان مامته داعيه له يعني وهو كان كويس معاها. طيب حاضر حاضر، تابعينا يا ام محمد، ربنا يفرجها يا رب عليك وعلى كل محتاج. طيب ده ابتلاء، نوع من انواع اللي احنا لسه طبعا. بنتكلم النهارده اهو على صبر ايوب. شوفي يا حضرتك، محدش يشك في رزقه يا سلام، يعني من شك في رزقه شك في خالقه. اللي يشك في رزقه يشك في ربنا سبحانه وتعالى، والتجربه مع الله شك. رزق الانسان هيجي له سواء يعني، بس المهم الواحد يعمل اللي عليه. بتقول لك بيخصموا له، اصل الكلمه هي بتقول بيخصموا له. بيخصموا له ليه؟ مش ممكن مديره كده هيخصم له لوحده. اكيد بيحصل. اي ما هي بتقول لك في بيحصل له مشاكل. مشاكل. اكيد في مشاكل. فعليه ان هو يتخلى عن هذه المشاكل، وده رزق وده عمل، يبحث عن رزقه بادب وباحترام وبتقدير لكل الناس ولكل رؤسائه. واللي مش هيخصموا له ويشتغل. الحاجه الثانيه عليه انه يراجع نفسه. انا عايزه يراجع نفسه في صلاته. انا عايز يراجع نفسه في صلاته، بيصلي ولا لا؟ يشوف فين التقصير. يشوف فين التقصير. الرزق ده بتاع ربنا، ربنا مش ما بينساش حد من الرزق. لكن اذا الانسان اذا رزقه ده يعمل ايه؟ عليه ان يستغفر الله. ده الدواء بقى، العلاج. انا لو رزقي ده اعمل ايه؟ ما عنديش فلوس، فقران وحالته صعبه، اعمل ايه؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان ايه؟ غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال. مش بمال بس، باموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. الحاجة التانية بنصحه ان هو بعد ما يصلي الجمعة، يوم الجمعة، وبنصح كل واحد ظروفه صعبة وظروفه ضيقة، وبقدم النصيحة دي من خلال هذا البرنامج المتميز دين والحياة لحضرتك، ان انا بعد صلاة الجمعة ادعو بدعاء سيدنا جعفر الصادق. اللي هو بعد الواحد يصلي الجمعة ويخرج باب الجامع كده، يستقبل القبلة ويرفع ايده لربنا ويقول له: اللهم انني اديت فرضك وانتشرت في ارضك وابتغيت من فضلك فارزقني وانت خير الرازقين. نقول الدعاء تاني: اللهم انني اديت فرضك وانتشرت في ارضك وابتغيت من فضلك فارزقني وانت خير الرازقين. انا متاكد ربنا هيرزقه سبحانه ان شاء وتعالى، الله ربنا لان ربنا قال: فاذا قضيت الصلاه ايه؟ يعملوا ايه؟ فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. بقى انت هتذكره وهينساك. ده بينساش الكفره والملحدين وعباد الشمس وعباد الدنيا واللي بيعرفوش ربنا. سامع وعالم بكل شيء. هو عالم بكل شيء، بس هو بيضيق عليك شويه عشان تقول يا رب. يعني ربنا ساعات السلاميه كده، الله بيحب يسمع صوت العبد فيبتليه بشويه مشاكل، شويه متاعب، ضيق في الرزق، شويه اي حاجه. فدعني ربنا بيقول لي، جبريل بيقول له يا رب، الملائكه بتقول له يا رب عبدك فلان يدعوك وانت اعلم به منا. فيقول الله سبحانه وتعالى: دعني يا جبريل فإني أحب أن أسمع صوت عبدي وهو يدعوني. قاعدة كده خليها مني، من ضيق الرزق ليس دليلا على غضب الله، وسعة الرزق ولكن هو اختبار ليس دليلا من على رح... ليس دليلا على 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 محبة الله. خدي بالك، ربنا يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب.